متابعين الايف وبي ايت سمارت لليوم رح نحكي عن اضطرابات الاكل والمشاكل اللي بيعاني منها بعض الاشخاص. معنا اختصاصيه التغذيه واللياقه البدنيه ناتالي عواد. بونجور ناتالي. بونجور. كيفك؟ بتعرفي اضطرابات الاكل هي مشكله بيعاني منها كثير ناس، هي اوقات بتكون مشكله مرضيه عم بيعاني منها ناس يمكن مزمنه، مرض مزمن بيرافقهم كل حياتهم، اوقات بتجي هالاضطرابات بمراحل معينه بظروف معينه عند اشخاص. كيف فينا نفرق اذا هالمرض او هالاضطراب الأكل هو رح يتحول لمرض مزمن ولا هي مرحلة وبتمرق؟ صح، يعني مثل ما أنت قلت، أول شيء بتبلشي بشيء اسمه disordered eating، بعدين بيصير eating disorder. شو الفرق؟ يعني أول شيء بتبلش كحالة، حالة مضطربة من الأكل، بعدين تتحول لحالة مزمنة وهي بحاجة مش بس لدايتشن، بحاجة لبسيكولوج معه، بتصير حالة نفسية مرضية غذائية. كيف منبلش؟ أول شيء عندك ثلاث أنواع، عندك ثلاث أنواع من الـ eating disorders. هن أول واحدة emotional eating، أي أنا بس عصب بس أنبسط بصير بدي أكل، اسمها على emotional eating، أي هي متعلقة بالـ emotions، أي بالأحاسيس، بالاضطرابات النفسية، بالفرح، بالحزن، بالتعصيب، بكل هولة، بالظروف الأنية اللي عم نمرق صحيح. فيها، يعني بفترة معينة من الوقت عم نمرق فيها. ومثل ما قلت أنت، هي عم بزيد أنا كمية الأكل ولا عم نقص من كمية الأكل؟ الاثنين. في تو سبكترز، يعني في نوعين، في زياده الاكل عن غير فوق الطبيعه وعندك كثير قليل اني اكل وتتحول لستارفيشن، اي انا عم جوع حالي عن قصد، مش انه صار عندي انا اي نوع من المرض انا ما بقدر اكل، يعني انا عارفه انه انا عم بقطع الاكل. هيدا ثاني حاله اسمها ريستريكتيف ايتينج، انت بعدك بالايتينج بالديس اوردر ايتينج. ريستريكتيف ايتينج اي انا واعيه على الحاله اللي انا عم حط حالي فيها، انا قصد ما عم باكل، عم بقفي ترويقه، عم بقفي غدا، عم باكل شيء صغير بالليل، هيدا معقول تتحول لانوركسيا، نرجع نحكي عنها بعدين، بس تصير هيدي الحاله هي ثابته، ومش بس هيك، هي حاله عم تتكرر كل يوم، مش ثابت مره ثابت مرتين. يعني عنا الايموشنال ايتينج، الريستريكتيف ايتينج، واخر شيء عنا الاكسترنال ايتينج. هيدي تتعلق بكل شيء بسموها اكسترنال كيوز، اي انا مثلا بسهره وفي بوفيه وانا اكله، بس شوف البوفيه بصير بدي ادوق من كل شيء، بصير اكل زياده. يعني هيدي متعلقه بكل شيء انا بشوفه، كل شيء انا بسمعه، كل شيء انا بشمه، اكسترا اكسترا. سو اذا انا اوريدي تعشيت ورحت على سهره وعم شوف اكل وعم شوف الناس عم تاكل، عم باكل فوق طاقتي، هيدي تتحول لبنج ايتينج. يعني هول ثلاث أنواع يتحولوا إذا ما كان في جايدنز من دايتيشن، أو من يعني إذا شخص ما حس على حاله إنه أنا عم بغلط أو عم بعمل شيء غلط وتتكرر هيدي الحالة، بتتحول لإيتينج ديسوردر. يعني بتتكرر، بتقصدي بتصير تتكرر؟ صحيح، مع الوقت بتصير تتكرر. يعني مش ثائب، بتلاقي انه نحن بالنتيجه بشر بتثائب، يعني ياما في ناس وانا والكل انه بتثائب، بتكوني متعشيه وبتظهري مع اصحابك بتصير بتتعشي اكل، كانه عم تقولي لي انا مثلا تعشيت بالبيت، بس طالما في مثلا اكل بالخزانه موجود انا بدي ضل روح افتح البراده وافتح الخزانه وضلني عم باكل كل الوقت. مزبوط، وبتتشهي، يعني بتصير يمكن مره بتثائب، مرتين بتثائب، على العيد بتثائب كثير، على الاعياد وهيك، بس اذا بتتكرر دائما دائما بتتحول لمشكله بعدين بصير صعب معالجتها. اكيد كل شيء فيك تعالجيه، بس كل ما تطولي بالحاله الاضطرابيه الغذائيه اللي عندك اياها، كل ما تصير اصعب انك تعالجيها. هول الثلاثه بيتحولوا لا يا انوركسيا نيرفوزا يا بوليميا نيرفوزا. انوركسيا اي انا ما عم باكل، ما باكل، بضل مهووسه بالاكل وبضل مهووسه بوزني. يعني كل الناس اللي عندهم انوركسيا بيكونوا كثير ضعاف، بشوفوا حالهم انه هن ناصحين، بيشوفوا انه لا انا لازم اكل اقل واقل واقل، تتحول لستارفيشن، لتجويع مقصود للجسم، وهيدي بيعمل لي امراض خياليه. يعني بتصير انت ديفيشنت بكثير فيتامينز مينرالز، بتخسر العضل اللي بجسمك، بتغيب عن الوعي، بتطلع على المستشفى، فيها كثير مشاكل. يعني هول الناس كمان بحبوا يشوفوا العظام بجسمهم، يعني بحبوا يشوفوا العظام بارزه، اذا شوي اخذوا وزن زايد وتخبوا هالعظام بيعملوا يمكن حاله نفسيه صعبه، يعني بيمرقوا بوضع صعب. مزبوط، ومش بس ما بياكلوا، بيعملوا other compensatory activities بنسميهم، اي انا مش بس ما باكل، بضل بجيم مثلا، بضل عم بركض، بضل عم بعمل كارديو، بدي اضعف بدي اضعف قد ما فيه، بدي اضعف، و it's never enough للناس اللي عندهم انوركسيا، بضل بعد بدهم يضعفوا يضعفوا. وهيدي يعني الانوركسيا والبوليميا بدها دايتيشن
بلس سايكولوجيست، لانه هو مرض نفسي بدك تعالجيه من الميلتين، من الحالة النفسية والحالة الغذائية. طب هي قبل ما تتحول لأنوركسيا الوضع بيمرق بفترة الشخص انه مثلا انا مرقت عمدة اسبوع او اسبوعين انا كتير خف اكلي وانا لاحظت حالي اني ضعفت بهالاسبوعين، ويمكن لحيلا سبب، يمكن لقلة الوقت، مرقت بفترة عصبية معينة او شيء، بس تمرق هالفترة ويمرق هالاسبوعين بتحس انه اجوا اسبوعين من بعدهم انا عم باكل زياده عن العاده، عم برجع عود كل شيء فقدته بهالاسبوعين. هل هالشيء طبيعي وهالجسم عم يقدر يستوعب هالحاله اللي انا عم حطه فيها؟ هذا الشيء طبيعي، بتكون لا اراديه على فكره 100%. ما انت قلتيها، لانه لا اراديه بيكون شيء طبيعي. كثير النقطه نحن بفترات الجسم هو بيرجلش حاله مثل ما بيقولوا، يعني بتقطع بفتره انت كثير معصبه، عندك مشاكل بالشغل، مانك ملحقه كل هالاخبار، ما عم تقدري تاكلي، بتحسي انه خف اكلك. الجمعه اللي بعدها مثل ما قلتي بتحسي انه لا، جسمك عم بيطلب الاكل تيرجع يرد اللي خسره تقريبا يعني. وهيدي بدنا نميزها شوي عن الدايت، اي اذا انا عم بعمل دايت اراديا تاخسر وزن، هذا شيء ثاني. هذيك بتكون، هذا يعتبر كمان اضطراب بالاكل؟ لا، لانه لا. بتكون يعني الدايتيشن هي حاطت لك اياها على القد، مش اضطراب بالاكل. اي انا عم خسرك وزن لدرجه انها تصير غير صحيه. في فرق ان انا اخسر وزن وان انا اروح للاكستريم انه انا بدي افتح المستشفى. عرفتي هيدا الفرق؟ ومش بس هيك، الدايت بيكون شهر شهرين ثلاثه جايدد باي دايتيشن، يعني الدايتيشن هي عم بتوجهك على الاسلوب الصحيح، غير انه انت تقعدي سنه وسنتين وثلاثه بحاله اضطرابيه. هيدا بتفرق كتير. أكيد. هيدا الأنوركسيا. وعنا نوع تاني اللي هو البوليميا. البوليميا يمكن أنت ما تميزي الناس، مش بوليميا يعني أنا بكون overweight أو obese. في ناس عندهم normal BMI وعندهم بوليميا. كيف؟ أول شيء شو البوليميا؟ البوليميا هي إنه أنا عندي فترات من binge eating بنسميهم. هودي يعني medical terms، ما فينا نقولهم بالعربي بس بنفسرهم. binge eating يعني فترات من الوقت بالنهار انا باكل وقعات خياليه، يعني بجيب كيك مثلا كبير وبقعد باكل تكن يخلص، مش انه قطعه واثنين، باكل كميات كتير كبيره، يعني ما بحس بشعور الشبع. صحيح، يعني باكل باللاوعي، بصير عم باكل وبعدين بحس حالي انه انا عملت شيء غلط، بروح بستفرغ. بعمل purging بسموه. وفي ناس ما بتعمل بيرجينج، في ناس بتروح بتتمرن كتير وهيك تتجرب تعود. بس ثلاث ارباع العالم it's binge with purge البوليميا، يعني باكل وبرجع بروح بستفرغ، بعمل بيرجينج. وهيدا كمان عنده أضرار كتير على الجسم، مش بس انه انا انتبه مش عم بحكي نصاحة وضعف، في اكل ارجع روح استفرغهم، كون نورمال بي ام اي. بس بالاستفراغ بالفوميسمان بتعملي اول شيء بتبلشي بالالسرز بالاسوفاج، اي انا بجرح كل الدايجستيف تراك تبعي من الاسوفاج للمعده كل هالاخبار، وممكن تتحول لكانسر لكانسر بالاسوفاج على كثره الاسيديتي، الاسيد اللي عم يطلع من الستومك تتحول لكانسر، غير مشاكل يعني لا تعد اذا بدك. لهذا الموضوع. اوكي، طب اوقات هدول الناس اللي عم تحكي عنهم، هيدا نوع الاضطراب بيكون باكل غير صحي عاده، ولا لو شو ما كان، يعني يمكن اذا شو ما كان مثلا؟ ليكي حسب الشخص، في ناس بيعملوا بنجنج على السويتس بس، في ناس بيعملوا بنجنج اكثر على الفاتي فود. هلا عاده اكيد البنج حيكون على قصص جانك فود اذا بدك، بس لو شو ما كان الاكل، كميه اكل هالقد خياليه بوقت صغير اصلا مش منيحه للجسم. يعني مش انه انت عم تاكلي وقعه شوي عم بتخفقي، لا، يعني العالم شوي لازم تعرف انه اللي عم نحكي عنه شيء كثير كبير. يعني اذا بدك تتخيلي مثل انا عم باكل ثلاثه كيك هالقد مثلا كثير كبار، بس هيدي حاله ما انا كثير شائعه قد الانوركسيا. بتفكري هيك؟ بتعرفي ليه؟ لانه ما فيك تميزيهم. الانوركسيا فيك تميزيهم، بيكونوا كثير اندر ويت وعظام، يعني جلد وعظمه. البوليميا معقول يكون شخص نورمال بي ام اي، ما بتعرفي، ما فيك تعرفي، بيكون عن جد صدقيني في كثير ايتينج ديس اوردرز ما بنعرف فيها مخبايه. نحن كدايتيشنز بس نقعد نحكي مع الشخص بالاكل وبالبادي ايمج دغري بنقدر نعرف. في كثير ناس بتعاني من هال، ومش غلط، يعني مش غلط ومش عيب انه نحن نطلب المساعده كرمال
ما تتحول لقصص ما بنقدر نصلحها. بس بدك الشخص يعترف بالاول انه هو عنده هيدي المشكله قبل ما يروح عند دايتيشن، يعني كيف بنقدر نخليه يقتنع انه هو عنده مشكله، يعني هو منه شيء طبيعي هيدا اللي عم يعمله. ليكي ثلاث ارباع الامراض النفسيه الشخص ما بيكون واعي انه هو عنده كيس، عنده حاله. هون بيجي دور الاهل، دور الاصحاب، دور الشريك بالحياه انه يقدر يوجه الشخص بس يحس في شيء غلط، يقدر يوجهه اكثر يعني تياخذ المساعده اللائمه. بس هذا اللي بدي احكي عنه الكثير اساسي للاهل، انتبهوا على اولادكم خاصه على البنات. البنات الادوليسنت اكثر شيء والتينيجرز معرضين للانوركسيا، والانوركسيا معقول تتحول لبوليميا. بيرفكت ايمج لان بدهم 100% السوشيال ميديا، مشكله السوشيال ميديا والبادي ايمج اللي كثير اساسيه، السيلف كونفيدنس يلي كمان بهالعمر اوقات بيفقدها الانسان لو كانت انه في، بس بيفقدها بهذا العمر شوي، يعني شويه سيلف كونفيدنس كمان بترجع. مزبوط. وهي بتعرفي ليه المشكله؟ انه قد ما عم تشوف هلا سوشيال ميديا الصور على الانستغرام البيرفكت بودي ايمج، البنت التينيجر تتاخذ بهالموضوع، تتاخذ انه انا جسمي لازم يكون ضعيف وما فيه شوائب، ما في ستريتش ماركس، ما في شيء. لازم نعرف انه كل الناس عندها سيلوليت، كل الناس عندها ستريتش ماركس، كلنا ذس از سكن، هيدي جلده، ما في شيء بيرفكت بال يعني بالطبيعه بالحياه. فهيدي الاويرنس هون بتجي بالمدارس، حتى على السوشيال ميديا في كتير انفلونسرز بيعملوا حملات توعيه. صح، انه عم نشوفها مؤخرا، وهيدا شيء كتير حلو، خاصه المشاهير، مشاهير الكتير انه بهوليوود وهيك، يفرجوا عن جد انه بالحقيقه ما حدا بيرفكت، ما حدا لا وجهه بيرفكت لا جسمه بيرفكت، فمش ضروري نروح لهالقد اكستريم نحن. طب نحن بعد قد ايه وقت فينا نعرف انه خلص فتنا مرحله الخطر؟ يعني اذا مش كان الشخص هو بحد ذاته، الناس اللي حواليه بعد قد ايه وقت من هالايتينج ديس اوردر فيهم يقولوا انه خلص صرنا مرحله الخطر لازم نروح عند اختصاصيه؟ بس تبلش تحسي، هلا ما في وقت معين حسب كل كيس، بس وقت تبلش تحسي انه هيدا الشخص ما عم بيحكي غير عن الاكل وغير عن البادي ويت، غير عن الضعف والنصاحة، وتحسي في تغير بالديلي اكتيفيتيز. يعني الشخص الانوركسيك بتبلش تصير تعطي عوارض شوي، توحد شوي، يعني ببطل بدها تظهر، بتقعد بالبيت، بتقعد بالأوضة. ليه؟ ما بدها تتعرض ل انه تظهر مع اصحابها، تاكل بالمطعم، بتروح على السينما، كل هالاخبار. بتبلش تحس البنت او الشاب، بس اكثر البنات معرضين للانوركسيا، بتبلش تحسي انه ما بدها تظهر، عم تتفادى اي عمل اجتماعي، عمل يعني اجتماعي صحيح تتفادى الاكل. هون ببلشوا الاهل يحسوا انه في شيء مش مزبوط، بتبلش تحسي عم تضعف، عم بتخاف من الاكل، عم بدها تتفادى كل شيء انها تاكل. هون ببلشوا يحسوا الاهل انه لا في شيء مش مزبوط، لازم ناخذها لازم نطلب المساعده. معقول ننقل من التو اكستريمز من وحده للثانيه فجاه بحياتنا؟ بتصير، بتصير. ليش؟ لانه اوقات اذا ما كان في مساعده اذا بدك صحيحه ودقيقه، الشخص الانوركسيك انت كيف بدك تبلش تحببي بالاكل؟ بدك تبلش تشيلي خوف الاكل منه. اذا فجاه صارت بطريقه غير مدروسه ببلش انه اوكي بتبلش ترجع تاكل وهيك، بس ترجع تخاف من الاكل بدك تستفرهن. معقول ترجع تصير تفوتي ببوليميا، تصيري انت انه لا عم تاكل اوكي كل شيء منيح، برجع لا بخاف بدي اروح استفرغ، ما بدي انصح. هون بيجي دور الطبيب النفسي، طبيب النفسي واخصائي التغذيه مع بعض بدهم يشتغلوا، مع بعض بده يكون في تنسيق كامل انه هيدا الشخص، وبدنا نعرف انه بتاخذ وقت، مثل كل حاله او كل شيء اضطراب بياخذ وقت، بدنا نمشي شوي شوي، وبدنا نعرف انه العلاج ما بيكون لينير، يعني مش كل شيء دغري بدا يمشي الحال، بدك تقطعي بشيء بنسميه ريلابس، يعني الزيح ما بيكون جالس، بدك تنزلي ترجعي تطلعي ترجعي كل شيء هيك، ما فيك تتوقعي انه خلص يلا بعد شهر. طب في عمر معين يعني بتخلص فيه هيدي الحاله؟ يعني اذا قلنا مثلا عند التينيجرز او عند الشوي اكبر يلي بدهم يكونوا مودلز، انه جسم المودل بدهم اياه، بعدين يمكن بتخلص هالفتره مع عمر معين، ولا بتضل مرافقتهم كل حياتهم؟ اذا ما صار في علاج كامل وصحيح بتضل معه كل حياته. مرسي ناتالي، موضوع عن جد كتير انترستينج، بنرجع بنتوسع فيه بحلقات لاحقة. منشوفك من الأراد أسبوع الجاي.
ناخذ بريك ومن بعدها بنكون مع نيتشر.